هي الأجواء التي تميز مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. لا صوت يعلو فوق مطلب تقرير المصير. العدوان المغربي الأخير على مواطنين عزل بالكركرات بالصحراء الغربية لم يزد الصحراويين إلا عزيمة على نيل الاستقلال مهما كلفهم الثمن. عاش الشعب الصحراوي كوقفة تضامنية مع جيش الشعب الصحراوي البطل الذي يقارع الأعداء اليوم على طول الحزام من المحبس إلى القرقرات. واليوم نحن في تضامن عميق جدا وفي موقف ثابت. نحن جايين تلبية لنداء الوطن، جايين نحارب من أجل ترابنا. نحن جايين اليوم وجاء أخوتنا سابقنا باغي جاي، الأخوان جايين وكل بقاع الأرض باش نحرر وطننا، هذا هو الهدف نتاعنا. التصعيد المغربي الأخير بمنطقة الكركرات أشعل فتيل غضب اللاجئين الصحراويين الذين ينتقدون الصمت الأممي. الشعب الصحراوي أعلن الكفاح المسلح من جديد وأنهى الهدنة التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة، لأنه 30 سنة دون أي تقدم، دون أي طرح بحساب للشعب الصحراوي ولمعاناته وللجوئه وللكوارث التي يتلقاها وللأمراض التي يتلقاها. 30 سنة من انتظار بعد وقف إطلاق النار، وأزيد من 45 سنة ونحن يعني في اللجوء. صفحة أخرى من صفحات مقاومة الشعب الصحراوي أظهرت تعبئة غير مسبوقة من كل شرائح هذا الشعب لتحقيق هدف تقرير المصير.